سورة الفلق. سورة الفلق. الله سبحانه وتعالى يقول: قل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، نحن. أعوذ، ألتجئ، أعتصم. بمن؟ بالله لا بغيره. الله سبحانه وتعالى فلق الحب والنوى، يعني الآن الحبوب عندما تدخل في الأرض تنفلق ويخرج منها الزرع. نعم. وفالق الإصباح، يعني بين الليل والنهار. نعم. نستعيذ بالله من شر كل ذي شر. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الآن عمل الشياطين وعمل السحرة يكون آخر الليل. نعم، عمل الشياطين والسحرة في الغالب يكون دائما آخر الليل. نعم، فنستعيذ بالله. نعم، نستعيذ بالله من الشياطين ومن السحرة. خاصة هذه الأوقات، يعني آخر الليل يكثر فيها عمل الشياطين والسحرة. ومن شر النفاثات، لأن من أنواع السحر من يعقد عقد وينفث فيها. نعم. يعني هذا من أنواع السحر. ونستعيذ أيضا من شر كل من يحسد، يعني لا يريد أن تكون عندك نعمة. نعم. إذن هذه السورة فيها استعاذة بالله سبحانه وتعالى لا غيره. من شر كل ذي شر، ومن الأوقات التي يعمل فيها السحرة والشياطين. ومن أعمال السحرة، ومن الحسد. متى تقرأ هذه السورة؟ أذكار الصباح، أذكار المساء، أدبار الصلوات المفروضة الخمس.